كل الشباب وعالي الكرة. أحمد حاجي ممتاز الهدف، ممتاز الهدف من مصطفى حاجي، ضربة بقصية قلت حتى الآن المنتخب المصري متأهل كأول، لكن هدف ممتاز وأقولها بروح رياضية أن هذا الهدف سيكون أحسن هدف ربما في هذه البطولة. هدف ممتاز غير منتظر، لكن كرة كانت مقوسة وضربة بقصية من اللاعب المحترف مصطفى حاجي الذي يعطي ابتسامة لهوري ميشيل. هوري ميشيل لم يحرك ذاكرة منذ بداية المباراة حتى الآن. هدف ممتاز، وأظن الخطأ في عدم مراقبة اللاعب. ضربة بقصية ممتازة، ممتاز الهدف، هدف ممتاز لصالح المنتخب المغربي على شقيقه المصري. هدف لا شيء، وبهذه النتيجة طبعا نقول هذا بكل تحفظ لأن اللقاء لن ينتهي بعد، فالمنتخب المغربي الآن يتصدر المجموعة 7 نقاط مقابل 6. لكن فرحة كبيرة عند المنتخب المغربي، هذه كرة القدم مفاجآت كبيرة في اللحظة الأخيرة، بإمكان كل شيء أن يتغير. منتخب مصر لعب